من هنا يتضح أن قوله إني جاعل في الأرض خليفة يعني دائرة خلافتي مختصة بالأرض أو واحدا من مواضع خلافتي هي الأرض. أي منهما؟ بناء على هذا البيان بعد خلافته ليست خلافة في هذا العالم بل خلافة عن الله سبحانه وتعالى في كل العوالم. هذا سواء كان عالمنا أو كان أي عالم آخر، وهذا معنى أفضليته المطلقة على كل موجودات عالم الإمكان. هسه أنتم عندما ترجعون أيضا إلى الروايات تجدون أنه تأكيد يوجد على هذا المعنى. أنا قرأت بعض الروايات في هذا المجال أن الخلافة مقصود منها هذا المعنى، يعني الأنبياء يعني الأولياء يعني الأئمة. من هذه الروايات الواردة في المقام ما ورد في الكافي الجزء الأول صفحة 193، الرواية هكذا: قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه. هذه بيان أنه المراد من الخلافة بعد مو مطلق الإنسان، وإلا لو كان المراد من الخليفة هو مطلق الإنسان بعد تبقى ميزة للأئمة ولغير الأئمة أو لا تبقى أي ميزة؟ لا تبقى. ويا أمير المؤمنين أيها الإمام الرضا كما أنت خليفة زيد من الناس أيضا ماذا؟ خليفة. ثم ماذا يعني؟ هذا من قبيل أنه يقول أنا مخلوق لله، واحد يقول له مو فقط أنت مخلوق لله وأيضا أنا ماذا؟ أيضا مخلوق لله. إذن الإمام عندما يقول نحن خلفاء الله في أرضه يعني يريد أن يقول أن لنا منزلة ودرجة بها استحققنا الخلافة وأنتم ماذا؟ لم تصلوا إلى تلك الدرجة، وإلا لو وصل الجميع إلى تلك الدرجة فهذا اللسان لسان الحاصرة لا لسان أنه إثبات شيء لا ينفي ما عدا. واضح هذا المطلب؟ نحن خلفاء الله في أرضه، فلهذا في بعض الروايات الأخرى وحججه على عباده، يعني أن منشأ كوننا حج على العباد أننا ماذا؟ خليفته في أرضه. فكوننا أو كون الله يحتج بنا عليكم لأننا ماذا؟ لأننا خلفاؤه في أرضه. هذه رواية، طبعا روايات في هذا المجال كثيرة. هاي رواية، الرواية الثانية في الجزء الأول صفحة 312 من الكافي. الحديث الرابع صفحة 312، قال قلت لأبي الحسن الأول ألا تدلني إلى من آخذ عنه ديني؟ فقال هذا ابني علي، إن أبي أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر رسول الله فقال يا بني إن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، وإن الله عز وجل إذا قال قولا وفى به. إذن إذا قال إني جاعل، طبعا هناك نكتة في الجعل، جاعل اسم فاعل دال على الاستمرار، يعني أنه في كل زمان يوجد عندي ماذا؟ يوجد عندي خليفة. ومن هنا يستدل جملة من المحققين بهذه الآية المباركة على وجود إمام في كل زمان، وأن الأرض لا تخلو من إمام حق يعد خليفة الله في أرضه. وكذلك في صفحة 586 الحديث الأول جزء الأول من الكافي، وكذلك في الكافي الجزء الأول صفحة 538، ومجموعة من الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، وهي أن هؤلاء هم خلفاء الله في أرضه. ولكن كما تعلمون أنه في زمانه هو خليفة الله في أرضه، وفي زمن إبراهيم الخليفة من؟ هو إبراهيم، وفي زمن موسى الخليفة هو موسى، وهكذا أنبياء الله وأولياؤه، ولكن على اختلاف درجاتهم وعلى اختلاف مراتبهم، لأنه لتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضين، وأولو العزم أفضل من غيرهم. أنت لماذا هؤلاء خلفاء؟ التفتوا جيدا، لماذا أنهم خلفاء؟
الروايات أشارت إلى هذه الحقيقة، وهي أن هؤلاء إنما استحقوا الخلافة لأنهم وقفوا على خزائن علم الله سبحانه وتعالى. وهي مهم هذا، هذا الذي نحن بينا أن علم الأسماء هو الوقوف ماذا؟ على خزائن السماوات، الوقوف على خزائن السماوات والأرض. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه الخزائن مفاتيحها بيد من؟ ها؟ الروايات بينت أن هؤلاء إنما صاروا خلفاء لأنهم ماذا؟ بيدهم مفاتيح غيب السماوات والأرض، بيدهم خزائن علم الله سبحانه وتعالى، فبها استحقوا الخلافة عن الله سبحانه وتعالى. والروايات في هذا المجال كثيرة جدا، أيضا أنا أكتفي ببعض هذه الروايات. من هذه الروايات ما ورد في البحار المجلد 26 صفحة 105 تحت باب أنهم عليهم السلام خزان الله على علمه وحملة عرشه، روايات كثيرة نقرأ بعضها منها. والله إنا، الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، والله إنا لخزان الله في سمائه وأرضه، لا على ذهب ولا على فضة، وإنما على علمه، فنحن خزان الله على علمه. ومنها عن الباقر قال سمعته يقول والله إنا لخزان الله في سمائه وخزانه في أرضه، لسنا بخزان على ذهب ولا فضة، وإن منا لحملة العرش يوم القيامة. تعلمون أن الذين يحملون العرش ماذا؟ هم ثمانية، أربعة من المتقدمين وأربعة ماذا؟ من المتأخرين. الأربعة من المتأخرين هو الخاتم وعلي والحسنان عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي الروايات فسر العرش بأنه علم الله سبحانه وتعالى. طبعا كما تعلمون العلم إما في مقام الذات وإما في مقام الفعل، هذا العلم الفعلي لا العلم الذاتي. فالحامل لعلم الله في عالم الإمكان هم هؤلاء الثمانية، أربعة من المتقدمين وأربعة من المتأخرين. إذن يظهر منشأ الخلافة من أين جاء؟ أنهم يعلمون ما لا يعلم غيرهم. ومنها أيضا قال جعلت فداك، ما أنتم؟ عرفوا أنفسكم. قال نحن خزان الله على علم الله، نحن خزان الله على علم الله، نحن تراجمة وحي الله، نحن الحجة البالغة. التفتوا جيدا، إذا منشأ حجيتهم من أين جاء؟ من كونهم خلفاء. ومنشأ كونهم خلفاء من أين جاء؟ أنهم خزان علم الله سبحانه وتعالى. فهذه الروايات اجمعوها إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. والخازن هم من؟ ها؟ خلفاء الله في أرضه. ومن مصاديق ومن أوضح مصاديق الخلفاء في الأرض هم من؟ هم النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما كذلك كان الأنبياء السابقون والأوصياء ونحو ذلك. أيضا ومنها عن أبي جعفر سمعته يقول نحن خزان الله في الدنيا والآخرة. التفتوا جيدا، هذه بعد مو فقط تريد أن تبين قوس النزول، تبين قوس النزول إن صح التعبير، وقوس ماذا؟ وقوس الصعود. أيضا هم خزان علم الله وهم خلفاء الله، مو فقط في الأرض وإنما خلفاء الله أيضا ماذا؟ في الآخرة، كما كانوا خلفاء الله في أرضه وسمائه. وقلنا المراد من السماء ليس هي السماء المادية وإنما السماء المعنوية، كذلك في الآخرة أيضا هم ماذا؟ هم خزان الله على علمه، فهم خلفاء الله ماذا؟ في الآخرة. ومنها قال أبو جعفر والله إنا لخزان الله في السماء وخزانه في الأرض. ومنها قال أبو عبد الله الصادق يا ابن أبي يعفور إن الله واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقا فقدرهم بذلك الأمر، أو فقدرهم بذلك الأمر، متفرد بأمره. هذا الأمر سواء فسر بالأمر التكويني
او بالامر التشريعي او الاعم من التكوين والتشريعي، يقول ولكن هذا الامر يحمله ماذا؟ يحمله خلق خلقهم لذلك، قدرهم لهذا. وهم من؟ قال فنحن هم يا ابن ابي يعفور. التفتوا للمطالب، شوفوا ان كلامنا بعضه يفسر بعضا. فلا تصوروا ان هذا القانون فقط في القرآن، وانما في الرواية ايضا كذلك. يعني لابد ان نجمع هذه الروايات فيما بينها حتى نصل الى الحقيقة. الله متوحد متفرد بامره، لا امر الا امره ولا حكم الا حكمه، ولكنه اقتضت حكمته ان يعطي هذا الامر لمخلوقات خلقهم وقدرهم لذلك. ومن هم يا ابن رسول الله؟ قال فنحن هم يا ابن ابي يعفور، فنحن حجج الله في عباده وخزانه على علمه والقائمون بذلك. ومنها سمعت الصادق يقول نحن ولاة امر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله. التفتوا جيدا، نحن ولاة امر الله، الله امر عنده، ما هو امره؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وولي هذا الامر المسؤول عن هذا الامر هو من؟ هو الامام، هم الائمة، هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من الروايات التي تثبت الولاية التكوينية، الذين يبحثون عن الأدلة، هذه من الأدلة. وهكذا ينقل روايات كثيرة إلى أن يأتي إلى قوله، الرواية عن السمالي عن الباقر في قول الله تبارك وتعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إنه جعل عليا خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وأتمنه عليه. وهكذا روايات بهذا المضمون كثيرة جدا. إذن هذه الروايات توصلنا إلى هذا الذي فهمناه من الآيات. التفتوا جيدا، أنا ما لست أستدل بهذه الروايات على المطلب، وإنما استفدت المسألة من إيه؟ من الآيات. ولكن هذه الروايات تؤيد ما فهمناه من الآيات المباركة التي تقدم الكلام عنها. فعلى هذا الأساس الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وأراد أن يجعله خليفة له، ومقتضى أن يصل الإنسان إلى مقام الخلافة الإلهية لابد أن يعلم ماذا؟ أن يعلم الأسماء، وبعبارة أخرى لابد أن يقف على خزائن السماوات والأرض، وبعبارة أخرى لابد أن يكون بيده مفاتيح غيب السماوات والأرض. ولكن بإذن الله سبحانه، بإعطاء الله سبحانه، بإفاضة الله سبحانه، لا على نحو الاستقلال، لا على نحو الشركة، كل هذا ليس كذلك، بل هم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن استحقوا هذه المقامات الله سبحانه وتعالى بمقتضى قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن إلى هنا ثبت لنا بأن الخليفة المطلق ليست دائرة خلافته مختصة ماذا؟ بالأرض، بل تشمل كل عوالم السماء والأرض والآخرة، وبعبارة اصطلاحية تشمل قوس النزول وقوس الصعود.